لما حضرتك بتيجي تتفرج على البراعم والناشئين هنا في مواهب زي الجيل العظيم بتاعكم لا بتاع 66 في مواهب بس طبعا العيل وهو صغير بيتطور جسمه بيكبر مهاراته خبرته فكل ما بيكبر بس المهم من وهو برعم كده انت بتتوخى فيه لعيب حساس بيمسك الكوره غير ما انت بتقول له امسكها كويس بيتصرف كويس ده اللي بيبقى على امل انه يبقى كويس في لعيبه كويسه يعني في مواهب في مواهب ان شاء الله ممكن الفتره اللي جايه نشوفها تطلع ان شاء الله ترجع الذكريات تاني لا هي عايزه سنين يعني الاولاد الصغيرين اللي عنده 12 سنه او بتاع عايز له 8 سنين 8 على 12 يقول انا اهو انما بيتدرج كل مره بيتدرج فعندنا مواهب كويسه جدا عايزين نروح بقى الملعب الرئيسي الملعب الرئيسي ده بتاع عز الدين يعقوب عز الدين يعقوب اللي شاهد على الانجازات والبطولات صح بطوله الدوري سنه 66 صح عشان البطوله دي يعني التاريخ بتاع النادي الاولمبي حضرتك خدتها سنه 66 من الاهلي والزمالك يعتبر الفريق اللي خدها بره القاهره يعتبر أول بعد الترسانه صح صح بعد الترسانه صح بره الاهلي والزمالك صح صح هو اول فريق من سنه 48 الدوري ما طلعش من القاهره اهلي زمالك ترسانه كان اول الأولمبي الأولمبي خده 65 66 فكان اول فريق خارج القاهره ياخد فكانت لها يعني لها وقع طب لها وقع. على بقى نحكي نسترجع الذكريات الحلوه ماشي في ملعب كابتن عز الدين يعقوب يلا السهم الاسود اتفضل ماشي يا كابتن يلا كابتن انا كنت فاروق الملعب الاولمبي الملعب ده كان وش السعد عليا الجون ده واحنا في ماتشات الناشئين كنت دايما بسجل في الاولمبي هنا في مباريات الناشئين وكان اول هدف ليا رسمي مع النادي الاهلي كان في الاولمبيك بس كان في استاد اسكندريه يعني كان وش حلو عليك الاولمبي كان وش حلو عليا الله اكبر الله اكبر الملعب ده فاكرك انت كنت راجل هداف ربنا هداف فاكر الملعب ده لما كنت تلعبه هنا الماتشات وكان الملعب ده مليان بالجماهير المدرج ده كان سلمان بيه عزت كان بيملاه بالبحريه بحريه هو ما كانش يجيب جمهور يقول لك انا مش عايز ايراد انا مش لعب في ملعب لا لا هنا لا هنا في الاولمبا في الحق هنا وتمريننا هنا وقعدتنا هنا كان عاملنا محترفين جايبنا كلنا من اشغالنا وشغالين مع النادي الاولمبي لغايه ما ربنا كرمنا طب تعالى بقى نقعد نسترجع الذكريات الحلوه يلا نتكلم عن الدوري الاغلى يلا في تاريخ نادي الاولمبي سنه 66 ابو 200 جنيه ابو 200 جنيه